بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. سأل أحد الناس شيخنا رضي الله عنه وقال له: أنا صرت خطيب مسجد، فبما تنصحني؟ فقال له: وجه الكلام إلى نفسك، وجه الكلام إلى نفسك أيها الناس، يعني نفسي، اتقوا الله، يعني أنت لا تنظر إلى خلق الله تعالى، مر بالمعروف وانهى عن المنكر نفسك وحدها، وإن كان الخطاب بصيغتها أيها الناس. فهذا من العام المراد به الخصوص، هذه أخلاق القوم، هذه أخلاق السادة الصوفية. هناك مشكلة كبيرة موجودة في بعض الناس المنتسبين للتصوف أو أدعياء التصوف، أو حتى ممن يقول عن نفسه صوفي ويجلس مجالس القوم الكرام ويسمع، وشيخه من الكبار، شيخه من العارفين بالله، شيخه من الأولياء، شيخه ممن يرشد الخلق إلى الحق، والشيخ يحذرهم من أشياء. يعني الصالحون ورثوا عن سيدهم وسيد الخلق وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه الصلاة والسلام، كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني لطيف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول: يا فلان يا فلان، من الذي يسأل؟ هذا أخذ أمر يا فلان لما فعلت كذا، يستطيع أن يقول. فكان يتلطف في الدعوة فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني انتبهوا جيدا. فكل إنسان يقول: أنا لو وجه الخطاب لشخص معين سيقول ماذا؟ ها، فلان الذي فعل. عندي مشكلة عند السادة، عند أدعياء التصوف، ما هي؟ يسمع كلام شيخه ويسمع كلام الصالحين ويقول: هذا المقصود به فلان، وهذا المقصود به فلان، وهذا المقصود به فلان. أما أنا لا 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 لا, لا علاقة لي بالموضوع، أنا من الأولياء، أنا من الصالحين، أنا لا يوجد مثلي. فمتى يستفيد هذا؟ متى يستفيد؟ متى يتحرر من ظلمه لنفسه؟ متى يكون عبدا صادقا لله تعالى؟ متى يكون صوفيا صادقا وهو يحمل الكلام جميعا، وحتى هذا الكلام الذي يسمع الآن مني يقول: نعم والله هناك بعض إخواننا يفعل هذا، لا أنا أفعل هذا، أسأل الله يتوب علي، نعم أبدأ بنفسي كما أوصانا الشيوخ، إن حصل ليش مني شيء من ذلك أسأل الله تعالى أن يتوب علي، وأنا أستغفر الله تعالى وأشهد من سمع هذا الكلام أني أبرأ إلى الله من فعلي هذا، من فعل نفسي القبيحة حينما أفعل هذا، وإذا لم أفعله فأسأل الله أن يوفقني إلى الخير وإلى الفضل دائما. إياك ثم إياك أن تقول: المقصود غيري. كان أخبار، يعني يأتي عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب؟ والله في الأمة لا يوجد إنسان في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخذ التزكيات مثل التي أخذها عمر. أنا لا أقول هو أفضل الناس، قلت لا يوجد أحد أخذ التزكيات التي أخذها عمر. سيدنا عمر القرآن جاء موافقا له في عدة مواقع. سيدنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو سلك الشيطان عمر واديا لسلك الشيطان واديا آخر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا عمر مبشر بالشهادة في أكثر من حديث: عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد، أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، حديث آخر ورواية أخرى. وكان منهم هؤلاء سيدنا عمر وسيدنا الصديق، هو صديق، وسيدنا زبير وسيدنا طلحة، كلهم ماتوا شهداء رضي الله، وسيدنا علي مات شهيدا، سيدنا عثمان مات شهيدا، كلهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر هذا عنده تزكيات، براءات، والله إذا جاءتنا من ولي من أولياء يعني سنرتاح كثيرا، فكيف من سيد الأولياء والأصفياء المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ ماذا عمر يقول؟ ماذا يقول سيدنا عمر هذا الصوفي الكبير، يعني من كبار الصوفية، من أوائل الصوفية؟ سيدنا عمر ماذا يقول؟ يأتي إلى حذيفة ويستحلفه بالله: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إذا كان
على منهج الصوفية، هذا منهج الصوفية، يتهم نفسه ويقول أنا المراد بهذا، لا يقول غيري، لا علاقة لي بهذا. سيدنا عمر يخاف من النفاق، من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يأمن على نفسه النفاق إذا كان يخاف عمر؟ يعني أنا صفر الصفر، أصفار الأصفار، نحن أصفار الأصفار. إذا سيد أحمد الرفاعي لاش لاش، فنحن قل ما لاش لاش إلى قيام الساعة. هؤلاء الكبار، التوبة سموها الفاضحة. تعلمون لماذا سموها الفاضحة؟ فضحت أسرار المنافقين. طيب، ليس من القضية، القضية فيما قاله الصحابة الكرام، لم يزل ينزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تغادر أحدا، فكل واحد منهم يخاف أن ينزل من الله تعالى، ومنهم كذا يخشى على نفسه النفاق. حينما يعني قال له كلا حديث بيرويه بمعناه، قال له يعني هنيئا لك يا أمير المؤمنين، حينما طعن يعني حكم فعدل، سبق فأسلم، اعتز الإسلام به بسيدنا عمر، كان الإسلام سرا حينما سيدنا عمر جهرا، الناس هاجروا سرا، سيدنا عمر هاجر جهرا، هذا الرجل يعني هذا عز الله تعالى بالإسلام، فيقول له يعني سبقت فأسلمت، أسلمت فسبقت وحكمت فعدلت والآن الشهادة، هنيئا لك. فيقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني رأس برأس، لا علي ولا معي. يخشى، وحينما لاحظ 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 صدق هذا الولي الكبير، حينما جاءت التوريث، توريث الخلافة، ماذا قال؟ من ابنه؟ عبد الله بن عمر. ولو قال عبد الله بن عمر سيلتزم الناس لا محالة، فقال الخلافة محصورة في فلان وفلان وفلان، يختارون واحدا منهم، فإذا احتاجوا إلى ترجيح فخذوا رأي عبد الله بن عمر، ولكن لا يكون له فيها نصيب، يقول لا يتحمله عمر حيا وميتا، لا يتحمله عمر حيا وميتا، أما أنه رجل صالح يقول هذا الرجل عبد الله ابني رجل صالح من الصالحين، ولكن لا يكون خليفة للمسلمين. هذا الصوفي الحقيقي، الصوفي الحقيقي سيدنا عمر يخشى على نفسه النفاق، إذا سمع التوجيه يقول أنا المقصود به، لا يصدر الكلام للآخرين، الشيخ يقصد فلان، والله لا يقصدني أنا، لماذا لا يقصدك الشيخ؟ إذن ما دام قلت لا يقصدني الشيخ، إذن أنت في خطر عظيم. متى يأمن الإنسان؟ علامة الولي الصادق الخوف من النفاق، الخوف من مكر الله جل جلاله، الخوف أن تخرج، أن يخرج من الدنيا على خطر. سيدنا أحمد بن حنبل فيما قرأته في سيرته، يعني يقولون أنه يعني كان يقول له لا بعد، وهو يحتضر، ابنه يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد، لا بعد، لا 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 يقولها. فيعني ولده خاف، أحمد بن حنبل، فأفاق شيئا، كان الموت سكرات تذهب وتأتي، فيقول له هكذا يعني، أو ربما في يحتضر قبل الموت، يعني قبل خروج الروح، يعني قبل يعني في حال المرض الشديد، فيصحو، فيقول يا أبتي أقول قل لا إله الله، فتقول لا بعد، متى تقولها إذا لم تقلها الآن؟ قال ليس الكلام معك يا بني، كان يأتيني إبليس ويعض أصابعه ويقول لقد فتني يا أحمد، فتني، ذهبت دون أن يعني أن أضلك، فأقول له لا بعد، ليس الآن، سأفوتك حينما تخرج هذه الروح، تخرج هذه الروح، إذا خرجت عند ذلك أكون قد نجوت منك. فإذا هذه سير القوم الكرام، وهذه سير الصالحين، هذه سير الأولياء الكبار، لا أن يصرف الكلام إلى غيره، ما دمت تصرف الكلام إلى غيرك والشيخ وشيخك ومن تثق به، بل حتى الشرع الشريف حينما يقول له لك شيئا توجيها أمرا أو نهيا وتقول لا علاقة لي به، فاعلم أنك على خطر عظيم، وأنك لم تذق طعم التصوف، فضلا عن أن تكون صوفيا.
وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.